مع الفن والأصالة وأصوات امتزجت بقوة وصلابة جبال الساحل السوري وحلاوة مية. أكيد اليوم رح يكون صباحنا مميز جدا مع صوتين عاشوا بذاكرتنا، مع صوتين لما بنقول الساحل لازم نقول أسمائهم، نغم أصيل، كلمة حلوة، فن ملتزم، وصباح أكيد مختلف. كانوا مبارح نوروا مهرجان السياحة العمالي الأول، وأيضا اليوم بإطلالة خاصة عبر شاشة الإخبارية السورية وبرنامج صباحنا غير، قامات فنية خلينا نقول أهل الساحل الطيبين الحلوين بأصواتهم الحلوة، الفنان برهان القصير، فنانة كنانة القصير، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم أنتم براس البسيط. يسعد صباحكم بخير. أهلا وسهلا فيكم. يعني مثل ما قلتي سلمى، أصواتها ممزوجة بطيبة الساحل السوري، جبال العز خلينا نقول. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا ونورتوا مبارح المهرجان اللي قومت الدنيا وقعدتوا فيه. الله يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. هيدا نحن قدمنا حقيقتنا، قدمنا تراثنا، قدمنا الشيء اللي لنا علاقة فيه، له علاقة بانتمائنا، بانتمائنا بهي المنطقة، والانتماء الأكبر هو لوطننا لبلدنا سوريا. فكان شيء له علاقة بيمثلنا بيشبهنا، اللي قدمناه بيشبهنا كان مبارح. أكيد. الله يسعد صباحكم. أكيد. وبيقولوا سماهم في وجوههم يعني سلمى، بدنا هيك نبدأ أول شيء بأغنية موال من صوتك، هيك نمخمخ عليه صباحنا. دور عندي هلا. إيه عندك. حلفك بالغصن يا عصفور، بالورق بالفي بالنبع، بالزي حجناحك بريشة نور، بالمرجحك مع زرقة النسمة، بتطير يا عصفور، عكوخ من وزال هويان سقف زهور، مفروش بالعنبر تحت الندي الأخضر، دنيا ظلال ظلال، دنيا ظلال، تقشع عريشي وبان بفيتان زوي، حلوي بإيدك تاب سلم على الحلوي، تقشع عريشي وباب بفيتان زوي، حلوي بإيدك تاب سلم على الحلوي، ونهديت رياحك بتمرمغ جناحك عالحيطان، عالتياب مهرية، عالبسط عالقمصان، عاكل شي تخزق عالمقعد الأزرق، عالقمر السهران، اللي بيذكرك فيه، اللي بيذكرك فيه، اللي بيذكرك فيه. الله الله، يسعد الصوت. إذا صعبوا هيك قبلاني عن جد، إذا صعب هيك يسعد الصوت ويسعد لما هتم أستاذ برهان. يعني تسلموا كثير، يعني مسرورين فيكم. يعني عن جد لما قلنا إنه صوتك هو عايش بذاكرتنا، بذاكرة كل سوري، ما يعني قلنا قليل قدام جمال صوتك وحلاوته بالمواويل وبالجبلي، هيك دخلتنا لجوا، صرنا جوا 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 البحر مثل ما بيقولوا. ست كنانة اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. يا هلا، يسعد صباحكم. كيف كان المهرجان امبارح؟ والله رائع جدا،
وأنا بدي هني كل يعني القائمين على هذا المهرجان اللي اشتغلوا وتعبوا من أصغر حدا من يعني من العمال لأكبر شخصية اشتغلوا كلياتهم بتعاون وبمحبة. يعني ما حدا كان عم يشتغل غير بجوات قلبه، حتى نحن اشتغلنا من قلبنا ما غيرها، اشتغلنا من قلبنا عن جد. كان عنوان هذا المهرجان هو الحرف الحاء والباء اللي عن هو جد. الحب عن جد. الانتماء اللي كان موجود. نحن انا كنت البارح موجود في ساعة مبكرة هون، قديش شعرت شعور خاص جدا، قديش الناس بعاطف بمحبه بحميمية. انا بعرف عم ينزل المطر، ما هي عم ينزل المطر، عم بتطلع النسمة، هي رب العالمين عم ببارك لنا، عم ببارك لنا. فكان في شيء كثير مميز من رأس الهرم الى اصغر شغيل كان هون موجود، كان في حميمية محبة كله بينشهم، وعن جد نجح بجدارة. وأنا بوجه لهم كل الشكر للقائمين، الأستاذ جمال قادري والكادر الكبير الموجود بالاتحاد، الله يبارك لهم ويبارك فيهم على هالشيء اللي خدموه اللي كان له علاقة بسوريا. هاي نحن السوريين. وبعدين الشيء الأهم هيك الجمهور اللي كان موجود مبارح، كان كل أطياف سوريا كانت موجودة، التنوع اللي كان موجود وانسجام، وكلهم كانوا مؤثرين، يعني هم اللي نجحوا الحفل مبارح. والله يبارك فيكم ويبارك فيهم. أنا أخذت البقرفة يعني كنت بتحكي يعني نفس الكلام اللي بدنا نحكي، هي المحبة هي كانت العنوان، الانسجام الناس معنا طبعا هذا بيخلينا انه نعطي اجمل ما عندنا. انا بصراحه بالنسبه لي قلت لهم ما كان جاي على بالي انزل على المسرح، انا كنت كثير سعيده، وخاصه هذا المهرجان بيعني لاهل راس البسيط. نحن من ضيعه قريبه من راس البسيط، لا اصلا نحن ما بنقول نحن من بيت القصيط، ضيعتنا بيت القصيط، نحن بنقول ضيعتنا راس البسيط، لانه عشنا كل ذكرياتنا هون. نعم. يعني في شجر بنعرفها صغيره كبرت معنا صراحه. وهذا الصوت ياما اخذ من راس رجلينا عن جد عن جد، ذكريات حلوه. وصوت برهان هلا لما سمعته انا بعد شوي بدي ابكي، راحت بكت السما. مطر صحيح، مطر الخير الخير ان شاء الله، الله يبارك فيك. في احلى من المطرات جايبي هلا اليوم، مشان نسبح مضبوط اليوم. ما بيقولوا معقول تشتي شتي بقى عن جد، مطره مطره حلوه انيقه لطيفة. أكيد إن شاء الله أيام سوريا كلها بتبقى لطيفة. إن شاء الله يا رب أيام سوريا كلها خير. يعني مبارح كان افتتاح مهرجان السياحة العمالية، ومثل ما قلنا يمكن السياحة الداخلية المتاحة لكل شرائح المجتمع هي كثير مهمة اليوم بسوريا. طبعا. لكل حدا ما بيقدر يروح، بيقدر لازم يكون موجود بوطنه، عم بيشوف كل المناظر الطبيعية. ليش ليروحوا سوريا متنوعة المناخ؟ خاصة أنه هن كمان من الشريحة اللي تعبت وصمدت ويمكن قدمت كثير وتحملت كثير ضغوطات حياة اليوم. قد ايه بتشوفوا هيك لما تعطوا هذا الفرح على وجوه الناس البسيطة، على وجوه الناس اللي يمكن بوشها تعطيكم تعبير في كل الحب والمودة، كيف كان مبارح؟ بروح التعب كله عن جد. كنت بدي أقول لك إنه هدول العمال اللي اشتغلوا صلوا عشر وأكثر، يعني في تأسيس بالأصل بس صلوا عشر أيام استنفار، أنا بعرف كتار منهم مشكورين. أنا واثقة لما شافوا هذا النجاح الكبير، واكيد النجاح ما بيكون مكتمل، يعني لسه نحن دائما نتمنى كل سنه انه يكون في شيء اهم كمان. شايفه سبحان الله، شكرا للسماء. نسوا كل هذا التعب، نسوا لهذا التعب انا برايي. فنحن كثير بنكون سعداء لما بيكونوا متفاعلين معنا لنعطيهم اجمل ما عندنا، لنفرحهم. اكيد الصراحة. يعني كمان نحن بدنا نفرح جمهورنا، جمهور صباح الخير، بصوتك الحلو كمان، ونسمع شيء على ذوقك هلا. يعني فيروز ووديع هن الملوك صباحا. صحيح. حلوه حلوه المنظره. شو بتكون احلى من هيك مؤثرات طبيعيه؟ مبحوح
يا راعي القصب مفحوح جاي عبالي شروقي قلوا للقصب ما دائما الاصوات الجميله هي بتعطي الفرح لاي فعاليه ومكان، وبتحس انه تراث هذا المكان. دائما العالم بتسال وين استاذ برهان وهاله، وين وكنانه، عفوا هلا يلا بالعيله كمان وكنانه. دائما هدول الاصوات اللي كان لهم بصمه، ان كان بالدراما، ان كان بكل الفعاليات المهرجانات اللي كانت تصير بسوريا، بتذكرهم بالفرح، بتذكرهم بكل مناسبه. طيب اليوم وينكم؟ يعني ليش ما عم نشوفكم موجودين لك بمانك؟ لا يعني وينكم على الساحه الفنيه؟ ما في اعمال خاصه؟ ما في؟ ايه قليله قليله. ليش قليلة. السبب؟ هلا احيانا خلي والله نحن بالاساس مو اخذين مهني للقصه، بس شلون انا واصلين لمرحله لا يعني حبه للقصة. انا اذا ما غنيت بموت، يعني اذا مثلا بقيت 10 ايام ما غنيت ببلش يصير عندي شيخوخه داخليه وخارجيه بتدندن بالبيت دائما. كل يوم غني، كل يوم. فنحن مو اخذناها مهنه مشان نلم مصاري ومشان شيء، فقط هوايه. احيانا في تسجيلات، عملنا تسجيلات اغاني حلوه وكانت لائقه، بس هلا بهالمعمعه اللي صارت بالوضع بالفنانين وين بتضيعي. انا احيانا بيسمعوني اولادي الشباب، والله ما عم بقدر ميز حدي عن حد، فلذلك وقفنا احترمنا حالنا، احنا قلنا مكانه معينه ورقم معين، عدنا على جنب قاعدين شايفين شو عم بصير، بس في شيء بدكم تتفاجئوا فيه ان شاء الله. كرمال هذا الكلام بيسالونا ليش، بس لانه نحن مو اخذين القصه يعني انه مشان نعمل نجوميه وهي الاعلام كمان والإصفار. كمان برهان في شيء اهم، يعني انت لما بتقولي اغنيه بتسمعيها صار لك 100 سنه وبتسمعيها توارثناها عن اجدادنا ومستمره، هو اهم شيء انك انت تاخذي اغنيه وتغنيها وتستمر تتغنى للاجيال. بصراحه هلا ما في شيء عم يستمر، تحفظي وبتحبي وبتعيشي لحظات جميله بعدها مثل الفقاعه بتطير بتختفي فورا، فهو وجع كتار من الناس من الفنانين، مو بس وجعي وجع برهان، بس احنا موجودين اكيد اكيد موجودين بمحبه ناس ومحبتهم اكيد موجودين أكيد. بس دائما الناس من محبتهم بيقولوا انه ليه ما بنسمع اغاني خاصه لهم، لانه بيحبوا هي خامه الصوت، الصوت اللي بذكرهم بتراب الساحل خلينا نقول. فلهيك نحن عم نسال انه صحيح. ليش ما في اعمال خاصه لكم، اغاني خاصه لكم؟ هلا انا مؤخرا عملت في اعمال خاصه موجوده، بس ما احنا ما عندنا مشكله انه اعلامنا، بس في يظهر ايدي خفيه لسه لحد هلا مؤامره شغاله على سوريا وعلى الفن، بيجوا بيظهروا ناس للاسف الشديد في معرض دمشق الدولي اللي كان تطلع فيه فيروز ووديع الصافي ونصر شمس الدين، بيحطوا ناس للاسف الشديد انا زعلان كثير داخليا، طبعا شاركت مشاركه واثنين وثلاثه كان لك مشاركه، بس في شيء في خلل صاير، في خلل ما بيصير. نحن من يوم
اليوم من أزل التاريخ في شيء اسمه فن هابط. تغير تغير كل شيء تغير. تسوق له للفن الهابط تماما. كنا نتغنى بوديع الصافي و... والصبوحة الهابط وهز الكتاب وفيروز حكي اللي غير لا اختلف المستوى تماما اختلف. ولكن بيبقى الصوت الأصيل وبيبقى الذهب العتيق ما بيخبي حاله. يعني اليوم لما هيك بنسترجع شوي من الذكريات الحلوة بوجودك معنا وبوجود أكيد كينانا، يعني هذا شيء كتير حلو مميز عبر شاشة الإخبارية السورية أنه يطل معنا صوتك الحلو ونذكر الناس بالفن الأصيل السوري اللي ما بيتغير. يعني كينانا كمان خلال فترة الحرب كانت إلى شيء خاص عندك، اتجهتي لأعمال وطنية ملتزمة، هاي نحكي كمان عن دور الفنان بهالمرحلة وبعض الأعمال الوطنية اللي قدمتها. هذا اللي كنت بدي أقول لك، يعني نحن بمرحلة الأزمة خلينا نقول، ما عاد نقول حرب، نحن خلصنا إن شاء الله بخواتيمة، كان كل أعمالي كانت وطنية بصراحة. يعني أنا ضليت سنين، يمكن في كتير ناس بتفكر إنه عم نبالغ وكتار مثلي، أنا ما قدرت، عشت حزن أول فترة، ما قدرت دخل الفرحة لقلوب الناس، تبعدت، صرت غني وطني وهذا شرف كبير لإلي. العكس كان دور مهم تماماً. بس قصدي يعني في ناس مثل ما حكى برهان أنه عادي عاشت الحياة عادية فنياً تطلع تفوت. أنا بصراحة عشت أزمة يعني شخصية، خاصة أنه بدنا نحكي أنه بكل بيت صار في شهداء، تماماً صار في تماماً. يعني ألم تماماً. ثلاث سنوات ما غنيت أنا تماماً أي يعني مو سهل اللي مرق على بلدنا وأنه تعافينا منه وعم نتعافى، هي إنجاز كبير. وتحية بهالمناسبة وبهالصبح، الله يسعد صباح رجال الجيش العربي السوري، والله يرحم شهدائنا اللي ضحوا كرمال لنكون موجودين. عن جد هي العبارة دائما بنقولها وشو ما قلنا قليل. أنا كتير غنيت أغاني وطنية، ومؤخرا عملنا هنا دمشق مع أستاذ طبعا من كلمات الشاعر صفوح شغالي وألحان أستاذ نهاد نجار، وأنا وياه كنا دويتو، وأنا بشكرهم على اختياري لأنه من الأغاني الجميلة والرائعة، وسماها الأستاذ صفوح ملحمة. حلو. هي فعلا من الأغاني أكيد. الجميلة رح غني شقفة لأنه لا. صوتي أبدا ما طالع اليوم. هلا على المطر بتحسن، على المطر اللي صار طلعت الشمس على هالمطر ما أحلاها. عنجد هنا دمشق هنا الشام، هنا دمشق هنا الشام، هنا دمشق هنا الشام، هنا دمشق هنا الشام. الله يعني يكون يعني اثنين مثلا اكيد. استاذ برهان انا يعني جاي لاسمع شيء جبلي من المنطقه. كثير بحب اصواتكم لانه اللي ما له هويه من منطقته يعني ما له شيء، وانتم اساس صوتكم اساس ممزوج بهي الحضاره والتراث والثقافه، عم توصلوا انتم رساله من الساحل السوري لكل سوريا وبعدين لكل العالم، فبدنا نسمع شيء منهم. نسمع موال عتابه. يلا يلا عتابه. لا حبيبي ما رح نعلي الطبقه شوي، بيت من النص والله يوفقك. هلا الفلوكه عم تمرق حتى اغاني نحن ما شفتي ما احلى ضيعتنا اولادنا وين على تمت بوجودكم يا عمي. تسلم. ميجانا وياها ميجانا ويايا ميجانا، ضلوا ضحكوا تا يرجعوا غيابنا، ضلوا ضحكوا تا يرجعوا غيابنا، والله لك ركبوا ومهريهم والفلاي، ولهم تزهر مراعيها والفلاي، والله تمنيتك يا ابن عمري والفلاي، وعشير تكون عطول المدى يا ناري يا ناري يا ناري يا 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 لومي 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 يا يا يا
كنتوا عم تحكوا عن التنانير من شوي، التنور الخبز بدنا نغني للتنور يلا. لك مسعد يا تنور يوم الليله، مسعد يا تنور ويا مجميع الصبايا، يا مسعد يا تنور والخد يبلور يوم الليله، والخد يبلور لك عنق عنق الخوان سوا، والخد يبلور لك داير عاي والفو يوم الليله، داير عاي والفو لك حتى السمك بالمي، داير عاي والفو لك ومنين عرفون يوم الليله، ومنين عرفون لك كلهم عينيهم حلوين، لك ومنين عرفون مسعد يا تنور يوم الليله، مسعد يا تنور لك يا مجميع الصبايا، مسعد يا تنور نحي. يسعد هالصوت. لسه ما اكلنا، لسه اليوم ناخذكم وطعمكم خلص اكيد. يعني كمان من الاغاني التراثيه وخصوصا اللي تخص اهل الساحل، يا محلى الفصحى على شط البحر غنيناها امبارح، غنيتيها ورجعتي قعدتي احياءها كمان هيك طمعانين نسمع منك شيء منها. يكرم عينك يا محلى الفصحى. طيب بنغنيها من دون يلا على المطر، على المطر شوي تشتش ال كنا عم نحكي عن التنور. ايه مثل ما اخذناها امبارح. طبعا نحن بدنا نهني اهل البسيط بالفرن الجديد اللي هذا كمان انجاز كبير، وبدنا نشكر القائمين على انجاز هذا الانجاز. يا ما احلى الفسحة يا عيني عيني على راس البر، والقمر منور عيني عيني على مو على موج البحر، على مو على موج البحر. يا ما احلى الفسحة يا عيني عيني على راس البحر، والقمر منور عيني عيني على مو على موج البحر، على مو على موج البحر. هل لي تعالي يا شغلة بالي، اكيد حابين هيك نسمع منكم كلمه لكل الناس اللي لسه ما اجت على اللاذقيه وما صيفت لتشوف هالمناظر الطبيعيه. مثل ما حكينا اللاذقيه كثير مشهوره، مو بس بطيبه اهلها وكرمهم وضيافتهم، وايضا بالمناظر الجميله جدا الموجوده فيها. واكيد نحن بندعي كل العالم لحتى يزوروا اللاذقيه. لسه الصيفيه ما خلصت، بالتاسع والعاشر لسه احلى واحلى. بدي اقول لك هذا الوقت اجمل وقت اصلا، في كثير عالم تستنى لشهر نص آب وأيلول لتجي، ما بدهم هاي الدعوة، بيعرفوها للبسيط. أنا امبارح كنت عم قلهم في ذكريات كتير لناس كتار كبروا وهن بيحكوا عن البسيط، فأهلا وسهلا فيهم، مدعوين طبعاً، دعوة مفتوحة من القلب شو رح تضيفوا أنت النور؟ كل شيء في صبارة صبار في تين هون بالمناسبة، في عنب. أي بيت بتفوتي عليه
بيقدر واحد لازم ويقعد فيه وياكل فيه ويشرب هاي المنطقه المحمره. والاهم من هيك انت هلا بشرط تطلعي برا على الطريق اي واحد يشوفك بالطريق اللي له يغني لي بغني لك وبكيك صوتك حلو. شو السر انه صوتك حلو؟ الطبيعه الطبيعه الجبال الطبيعه وفي حس في 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 جوا شيء اكيد على قبل الانسانيه. فالله بكريم هلا انا بشاطر اي واحد حيطي له ام الذيعه انه تعال غني بغني وبحلاوه عاليه جدا. وعلى كل الاحوال نحن بنشكركم وندعي كل الناس اللي بيحبوا هالبلد بيحبوا سوريا وبيحبوا الحق تعوا على بلادنا مو بس لهون على سوريا كلها. ورأس البسيط صارت مكان كثير امن وكثير يعني شو بدي اقول لك في 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 سمو وفي حلاوه وكثير. كان في يوم من الايام هذا المكان في في قيمه انسانيه كبيره والله يسامحهم اللي خربوا. بكل الاحوال نحن بندعي كل الناس من اهل وسهلا فيكم. اكيد اكيد يعني مشكوره كل الجهود عن جد. والصوره اللي شفناها امبارح واللي كانت اليوم تماماً. هي دليل على انه نحن شعب لا يقهر. ما في شيء بيقدر يوقف نحن شجره أكيد. صنوبر نحن شجره تين نحن شجره زيتون وجذورنا واصله لاعماق الارض لا يمكن حد يخلينا نميل. أكيد. الله يبارك فيكم ويسعد صباحكم على الجزيره. احنا كثير انبسطنا انه كنتوا موجودين معنا وبزيد كمان نحن البحر اللي هو مليان كمان طيبه وحنيه وتضحيات والجبال المروسه كلها بالعز اللي بعمرها ما رح تنحني. بدي اتشكر وجودكم معنا لليوم هالاصوات اللي غاليه على قلبنا وغاليه على قلب كثير من السوريين. اليوم زينتونا ونورتونا وامبارح كنتوا كمان عاملين كثير شيء حلو بالمهرجان بالافتتاح. شكرا كثير بنتمنى دائما تكونوا موجودين طبعا المكان اللي تليق بكم وين ما كنتم موجودين. شكرا لوجودكم معنا انبسطنا فيكم كثير. شكرا لكم شكرا لانكم كنتوا معنا شركاء ايضا بهذا الصباح المميز والخاص من رأس البسيط. نحن سعداء فيكم. شكرا شكرا لكم ودائما انتم بنتمنى تكونوا دائما ضيوف بصباحنا غير باطلالات خاصه على الاخباريه السوريه. شكرا لكم.